ما كنت الحسين ولا كنت الوطن ولا كنت أهلي ولا كنت عرضي. كنا نقول أنني لا أقسم بالإله قسما تخر لها الجباه أن أكون مخلصا للملك وللوطن مدى الحياة. نحن ما كنا أيها الأخوة وتعرفوا كان حراما وعيب، حلفنا على كتاب الله أن لا نخون هذا الوطن ولا على هذا العرش، وعامين عامين متتاليين وأنا في الكلية الحربية وأنا نحن أقسم ولا أزال حافظ القسم. كنا نقول أنني لا أقسم بالإله قسما تخر لها الجباه أن أكون مخلصا للملك وللوطن مدى الحياة، وهذه غرزت في ضميري. ما كنت الحسين ولا كنت الوطن ولا كنت أهلي ولا كنت عرضي، ما كنت هذا الوطن أبدا. يشوه سمعتنا إذا في أمور عادية لا تخص الوطن ولا العرش، أهم شيء الوطن والعرش. طالما الوطن سليم والعرش سليم باقي الأمور تحدث بين الناس وفي قضاء يحكم. وأنني أوجه خطابي إلى جلالة الملك عبد الله يعود بالسلام إن شاء الله، أقول يا جلالة الملك، أنا ابن هذا العرش وابن هذا الوطن، صدقني أن وسيء لي وصدقني أني نظيف وأني شريف كما كنت تعلم وأنت تعلم وتعرف. كنت نظيفا معك ومع أبوك المغفور له الحسين، وكنت شريفا أبي النفس، ما كان يستطيع كائن شرائي. ولكنني أقول وأوجه خطابي لصاحب الجلالة، أنا لا ولن يخرج مني غدرا لك ولا لهذا العرش الذي خدمته 33 عاما. أنا لم أكن غادرا ولا كن جاسوسا ولا كن عميلا لأي دولة كانت قريبة أو بعيدة، أنا لا يشتريني أحد. ولذلك أنا أطالب أن تحول قضيتي حتى أنا يحول القضاء، وإذا كان في لي عليه وعلى أخوي وولاد أخوي شيء نحن جاهزين لكل شيء. ولكن لماذا هذا العبث؟ لماذا التشويه؟